اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات مفتاح الماضي. معاكم يوسف احمد، وانا النهارده بكلمكم من مسجد ومدرسه السلطان حسن، السلطان المنصور حسن. وما تنسوش قبل كل حلقه لو عجبكم اللايك والسبسكرايب والشير على قد ما تقدر. السلطان المنصور حسن ابن الناصر محمد بن قلاوون ابن المنصور سيف الدين قلاوون. صحيح انه ابن سلطان مملوكي عظيم وحفيد سلطان مملوكي عظيم، لكن الحاجة الوحيدة العظيمة اللي سابها كانت المسجد والمدرسة دي، حتى انه ما لحقش يفرح باكتمالها لانه اتقتل قبل ما تكتمل بسنتين. احكي لكم حكايات عن المدرسة وعن السلطان، بس تعالوا بينا نتعرف على المدرسة. السلطان الناصر حسن، السلطان الشهيد اللي بنى مسجده ومدرسته خد 7 سنين، عاش منهم السلطان 5، واتقتل بعدها في وسط صراعات المماليك اللي ما بتخلص، علشان يكتمل بناه بعدها بسنتين على ايد الامير بشير اغا الجمدار. مكان دفن السلطان او حتى جثته محدش يعرف هما فين لحد دلوقتي. الناصر حسن اللي يوم تتويجه حيوه بالمدافع، فالسلطان خاف من صوتها واتصاب بالصرع من ساعتها. على مساحة 7906 متر وارتفاع بيوصل لخمس أدوار حوالي 38 متر و70 سنتي، وفترة بنى ما بين 757 هجريا إلى 764 هجريا، يعني حوالي 1356 ميلادي ل 1363 ميلادي. المدخل اللي بيحكي كل معاني الفن والجمال نلاقي على الجنبين اليمين والشمال دكتين من الرخام اسمهم المكسلة، جاية من الكسل، ودي كانوا بيقعدوا عليها الناس للاستراحة والكلام واللازم منه. لما بندخل بنلاقي في الوش مصطبة كبيرة، دي كان بيقعد عليها السلطان بعد صلاة الجمعة عشان يسمع شكاوي الناس ويشوف مظالمهم. جنب السلطان حسن بنشوف أحجار عفى عليها الزمن، كانت في يوم من الأيام مخسل للموتى وبير بيمد المبنى بالمية ومحلات لبيع السلاح، وإيرادها كان بيروح للمسجد والمدرسة. السلطان حسن كان هيتوج بأربع مآذن، لكن اللي حصل إن مأذنة منهم أثناء البنى وقعت على كتاب للأيتام ومات أكتر من 300 يتيم، فالسلطان اتشائم وقرر ما يبنيهاش تاني. أما المأذنة التانية كانت بتطل على مساكن، فخافوا لو حصل حاجة تقع على الناس اللي ساكنين، فما تبنتش هي كمان، واكتمل السلطان حسن بالمأذنتين اللي موجودين دلوقتي. ده المطبخ الخاص بالمبنى، لأنه ما كانش مسجد بس إنما جامعة أيضا. السلطان حسن كعادة المساجد المملوكية مكون من صحن مكشوف في وسطه ميضة بتزيد جمال المكان جمال، محاطة بأربع إيوانات، كل إيوان خاص بتدريس مذهب من المذاهب السنية الأربعة: المذهب الشافعي، المذهب المالكي، المذهب الحنبلي، وأكبر إيوان في المسجد هو إيوان المذهب الحنفي، المذهب الخاص بمصر، بالإضافة لتدريس العلوم الأخرى، العلوم المدنية. وكل إيوان بجانبه باب المدرسة الخاصة بالمذهب بتاعه، مع سكن الطلاب، المدرسة الشافعية، المدرسة الحنبلية، المدرسة المالكية، والمدرسة الحنفية. الضريح والمدفن،
لكن اللي مدفونين فيه هم حريم السلطان وأولاده أحمد وإسماعيل. في الفترات اللي بعد كده اتحول السلطان حسن من مسجد ومدرسة إلى حصن، كانوا بيستخدموه الثوار والمتمردين من المماليك أثناء الصراعات والفتن علشان يضربوا القلعة بالمنجنيق، وطبعا القلعة كان لازم ترد. السلطان حسن جوهرة العمارة المملوكية اللي أشرف على بناه شادي العمائر محمد ابن بليك المحسني، واللي كان بيتكلف كل يوم 20,000 درهم و1,000 مثقال من الذهب، وده اللي خلى السلطان حسن يقول: لولا أن يقال إن ملك مصر عجز عن إتمام بناء بناه لتركت بناء هذا الجامع.